عشان يوجد فيها عبارة عن تناقض بين العلم وبين التخلف. إذا فتحنا الشنطة راح تطلع لنا مثل جعبة الهاوي. جعبة الهاوي فيها كل شيء. أنا ممكن يكون فيها مثلا أدوات نستعملها للاستعمال المنزلي. وممكن نلاقي فيها العلم. وممكن نلاقي فيها الفكر. وممكن نلاقي فيها المعلومات. ولكن للأسف كلها راح تبقى ضمن الشنطة، ما راح تخرج خارج إطار الشنطة. أبو محمد هو واحد من مئات آلاف الرجال السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بحثاً عن ملجأ من الحرب، وهو كالآلاف سواه يكافح للتأقلم مع واقعه الجديد كلاجئ. نأخذ نموذج ألم، ألم من الماركة العالمية للباركر. للأسف لازم يكون بجيبة محاضر، بجيبة أستاذ، ولكن طي الجوارير مثل ما بقولوا. جاري أنت أكبر مثال هلا اللي كنت عنده هو أبو محمد. أبو محمد هو إنسان مثقف، إنسان كان عايش حياة منيحة بسوريا كقيمة معنوية، كقيم، وعنده اقتصادية، ما مرتاح اقتصاديا من كل النواحي. طلع هو يعني مثل ما بقول إجا بهدوم اللي عليه. جينا بمأساة، كانت ماريا عمرها سنين وشايلة أنا على حضني وعم نركض صواريخ ورانا. طلع صاروخ اني خافوا، قلت لهم بطحوا، انا بطحوا، انا شايل بنت بحضني عمرها سنه وعم برقد. ساعتها بطحوا قدامي، قمت دست فوق وقعت، صرنا الخمسه بالارض. ابو محمد يعني دائما منزوي، هو يعني عانى كثير هون، بده يطلع، ما عم يقدر يتاقلم مع هذا المجتمع الجديد. هو إنسان كان ذو قيمة، ذو اعتبار، ذو كذا، لقى هوني إنه في استهتار بوضعه، عمل ما في، عمل يليق بشخصيته، بوضعه، هو صاحب فكر الزلمة، عنده أفكار، عنده مبادئ، عنده كان مآمن فيها، هذا هون إجا بده يكبها، فهذا لقى آثر الإنزواء والانطواء، يعني الإنزواء والانطواء حتى فاقم الوضع تبعه، يعني هو لو يطلع هذا كان ممكن يكون أفضل. فبتلاقيه دائما هيك منحصر، منزوي، علاقته مع الاولاد، مع الكذا، كثير يعني مؤثر سلبا عليه. اقتصاديا كمان هون ما في له اي عمل يعني، وزلمه خصوصا كبير بالسن، معيل لعائله كلياتهم اطفاله صغار، يعني ما له حدا يساعده. يعني ما له قادر يشتغل اي عمل مثل اي عمل بيقدروا يشتغلوه الشباب مثلا. هاي هالاوضاع كلياتها هي يعني دمار له لشخصيته لبيته لعائلته يعني قطعنا عدة مراحل وكلها مأساة. وحتى على بر الأمان، طلع بر الأمان وهمي ومخادع، لأن هناك حروب أسلحة، هون حروب كافة أنواع الأسلحة، نفسية، اقتصادية، اجتماعية، وهكذا. كثيرون هم الرجال مثل أبو محمد الذين يسودهم الشعور بالعجز واليأس والكآبة والوحدة. يعني هون بالمخيم عندنا تقريبا بدك تعدلي انه نص المخيم بيشتغلوا برا، وحتى شغلهم ببيروت ونظاميين، يعني ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع. النص الثاني قاعدين نفس حالة أبو محمد تماما، قلت ذاك الواحد لا شغلة ولا عاملة. ومشكلة الرجل الشرقي اللي قاعد بدون عمل، وخصوصا إذا زوجته هي اللي عم تعمل وتصرف، مشكلة كبيرة. يعني بحس انه هيك النظرة طبعا، انه هو ناقص من رجولته او عنده نقص بهاي الرجولة يعني. فهذا موضوع كتير بيعمل، شو يسموه هاي، هيك بيعمل كتير بالبيت. ومع استمرار الحرب تفاقمت حال الوضع الذي ولد مؤقتا وتأزم مع مرور الزمن. على مر السنين والتجارب
تمت دراسة حالة اللجوء وأثر الخسارة على اللاجئين بشكل معمق واستقصائي وواسع. ولكن كيف يحكي الرجل قصة اللجوء هذه؟ قصة خسارة البيت والممتلكات وسبل العيش والشبكات الاجتماعية. كيف يروي الرجال خسارة القدرة على رعاية العائلة وهو الدور الذي يعرفهم في المجتمعات التقليدية التي ينتمون إليها؟ ما كنت ما عايز حدا اشتغل وروح وافوت واطلع وانزل واجي واخذهم للولاد وكل شيء، بس من بعد ما انضربت اجري ما عاد فيني اتحرك على محل، يعني الشغل لا رحت ولا جيت. الولاد غيرت حياتهم، المرة نفسيتي انا حكي مع مرتي حكي مع الولاد تصرفات او كل شيء تغير. قعد فرد قعد سنتين بالبيت، واحد لو بالسجن ما بعرف بيعصب انه بيعيط على الاولاد خلص عدوا حاجتنا، يعني بيتفشى شوية عادي حسب متخانق. ايه كمان انه بيضل وشي بوشه، ايه قوم روح، ايه يا فوت بعد لحالي بالغرفة بتركن لحالا، بناديلي وينك شو عم تعملي، بقول له هون عم بساوي لي بتحجج بشي شغلة، برجع بفوت شو بدي اعمل. ايه بتوصل اوقات لهيك، بتوصل انه مرحلة بتخانق انا ومرتي بتطلع العيطة بالبيت، فجأة تلاقيني هديت لأنه يمكن قاعد بالبيت او شيء ما بعرف، عم طلع كل يوم نفس الشغل نفس كل يوم نفس الموال نفس ما عم يتغير شيء، يعني عم حاول اعمل لهم شيء ما طالع بيدي اعمل لهم نفس ما قادر اعمل شيء. ليه ما بترجعوا مثلا؟ بدي ارجع، ما في حدا بسوريا بحلب، اهلي بتركيا وما ضل حدا، يعني روح انزل على حلب انه لا في لا قرايب ولا شيء، كله ما بعرف نصهم وين تانيين وين. الرجعه هلا انه ما عم نتاكد انه خلص الحرب بسوريا او ما خلصت، حكي بالتلفزيونات بس عم نسمع من التلفزيون، بس انه ما في حدا تحكي معه تاكدي مزبوط انه ما ضل شيء، انه ارجع اشيل الاولاد واربع اولاد. وهلا بعد في ولد حامل المره صار بالشهر السابع، اكيد ما حانزل وخاطر بالاولاد وخاطر بحالي. أنا إنه شلون حبلت فوراً لقطت بسرعة، يعني عدم المؤاخذة إنه ما مننام مع بعض كتير، كنت نسياني حبتين قلت معلش ما بيأثر ما بصير شي عادي، وصدفت لقطنا. يعني وقت عرفت إني حامل أول شهر رحت ما خليت دكتورة خاصة وي ما نزلوا لي. عنده طلبات؟ لا عادي، يعني ما في نفسية مرتاحة لهالشي كون الواحد مبسوط. عندما وصل بشار إلى بيروت تمكن من كسب القليل من المال عن طريق بيع الجوارب على بسطة صغيرة في الشارع، ولكن منذ إصابة ساقيه ما عاد بشار يقوى على المشي أو الوقوف. بعد عامين على الإصابة استعاد معظم قدرته على الحركة، لكنه لا يزال عاجزاً عن الوقوف لمدة طويلة. اليوم وجدت العائلة نفسها مرغمة على التسول في الشارع. بقول لمرتي إنه شو بدنا نعمل لقدام وشو بدنا نسوي بالولاد ورجع على سوريا، ما بعرف أكيد ولا مش أكيد، الوضع حيتغير كتير. حنقدر نربي الولاد ولا ما حنقدر؟ ولا وصلت لمرحلة ما معي مصاري
لا ندفع إيجار ولا نشتري لهم أكل ولا عمل لهم شيء أبدا. يعني انجبرت أنزل على الشارع بدي طعم الأولاد. ما يعني ألف ما عاد فيني أجيب ربطة خبز للأولاد. يعني صرت أنزل أقعد بالطريق ما قلت لإنسان إنه أعطيني 500 أو 100 أو 1000 أو شيء. اللي يسألني إنه ليش قاعد أو شيء يقول له وضعي 1 2 3 يعني وصلت لمرحلة يعني ما عاد فيني أتحمل انفجرت. يعني كيف بيقولوها ان واحد صار يقعد على الطريق صار يطلب من الناس؟ انا صرت يعني اقعد هيك على الطريق ما عم طلع العالم كيف عايشين وانا كيف عايش. لقيتها صعبة ان اطلب من ما تطلع معي ما. لانه ما عنا متعودين حياتنا ما يعني قعدنا هالقعدة ببلادنا او شيء. وقتها يقرب اجار البيت كان بدنا مصروف شغلات للأولاد بس مو كل يوم كل يوم إنه دوام بس صدفة. يعني منفكر فيها إنه شلون بدنا نروح ونقعد هلأ بيشوفونا سيارات وعجقة منروح بالليل يعني بعد 10 إنه لتخف العجقة ما يشوفونا العالم كثير مندير وشنا هيك على الأرض ما منطلع بحدا مشان ما حدا يشوف. فوت على غرفة تانية مثل بصير بقعد لحالي ببكي شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعيش الأولاد؟ ما بقى توصل لمرحلة خلص فبصير فكر بأشياء كتير يعني مش بالخيال. بوصل لمرحلة إنه بدي أتركهم وموت أو أرتاح أو شي ما بعرف. ولمين بدك تحكي هون؟ بشار هو أحد الأشخاص الذين اختاروا البحث عن حياة له ولأسرته في المدينة، بينما تختار غالبية اللاجئين عادة الإقامة في المناطق الريفية التي تشبه قراهم أكثر. في هذه المناطق الريفية يتجمع معظم اللاجئين في مخيمات غير رسمية تعتمد لحياتها على مساعدات الأمم المتحدة والوكالات الدولية، مساعدات تتضاءل يوما بعد يوم. يبلغ محمد 58 عاماً من العمر وهو أب لثلاثة شبان، يعيش اليوم مع عائلته في إحدى مخيمات منطقة البقاع في سوريا. كان موظفاً في القطاع العام وكان المعيل الأساسي لأسرته، هو حالياً بلا عمل. أول شيء معذب بيدوق القهوة متسكن بمسير بعشر هيك كلنا بالمنجن كلها من فنجان. يا الله يا والله طيب ضيفه عادي بطلع لبرا بتدرج لي شوي برد برجع ما فيش ما بطلع برات الضيعة من هون ما بطلع. مرضتنا العادي مرضتنا يعني ما جسمنا ما يتحمل. أما وقت اللي متحرك بصير لنا شغلة يتحرك شوي جسم الواحد. هلا في بيطلع 10 هون من جيلي أو كبر قاعدين لا شغلة هامل. أغلب العالم صارت تشكي من مرض من إجريها من ظهرها من عدد شو سنة وسنتين وثلاثة شو على الله ما بحسن أقول لغير هيك على الله. فيك تشتغل هون؟ حاولت ما بحسن شو بدي اشتغل هلا؟ اقعد ورا طاولة ما بحسن. يعني نحكي المزبوط بحسن ما مش حالي ورا طاولة يعني ماني متعلم عشان اشتغل بالبطون
ابن 60 سنة بس بدي احسن يشتغل بالبطن. حاول ما بحسن. بطلع بساعد ابني ايام على الضرورة بس ما بحسن. حاول شو انت شو طالب والمستقل غير رب العالمين مزلي ابدا. انه وين كنا وين صرنا؟ قاعدين بخيام مي حياه هاي. كل نهار قاعدين كل نهار قاعدين كل نهار قاعدين والحياه بلا عمل مي حلوه. حتى ما بيحس انه عايش الواحد. اللي احنا كنا مزارعين يعني. انا كله كان مشمش تفاح عندي 100 دلم شو يعني. تجينا ورشات نحط ورشات كلياتها واحنا قاعدين وهالشغيله بتشتغل والامور بخير ومكيفين. وانا ربيت اخواتي وعمرت لهم كل واحد بنايه حد بعضنا بنايه هون بنايه هنيك بنايه هنيك. زرعنا الاراضي بساتين كلها مشمش وتفاح واشترينا تركتورات. عندي كان تركتورين كمان جرارين وسياره ومبسوطين الحمد لله. علمنا قسم من اخواتي والباقيين اللي ما تعلموا صاروا يشتغلوا بالزراعه. قد عمرك؟ انا مواليد 72. شو بدك تشتغل؟ شو بدي اشتغل؟ اذا كنت انا احط شغيله عندي بدي اصير شغيل هلا انا. تزبط هيك؟ اللي كان عنده شغيله على طول حاط شغيله. بده يصير يشتغل عند الناس. وما اللي ما بده صنعه شو بده يشتغل؟ هاي القهوه ورثناها عن جدودنا وعن اهالينا قبل. ظليت العالم تابعه. شعيب هو رجل معتد بنفسه. كان يعيل عائلته الواسعه باكملها. أصعب ما يعيشه اليوم هو إحساسه بالذل وفقدان الكرامة لاضطراره أن يتكل على أولاده لتأمين حاجات العائلة. أولاده يشتغلون بشكل متقطع كعمال مياومين. أنت عم ترقص؟ لا أنا يمكن ما نيوم بالمقطع. ستات بترقص كمان؟ إيه إيه كله بيرقص. كله يرقص. كله عنده يرد. هاي المقطع هاي عند المسيحيين. المسيحيين هاي كانوا عازمينا. ليك هاي ما تعرفي مسيحي من مسلم. كانوا عاملين عزيمة كبيرة واحنا المدعوين فيها. هاي من 10 سنين. هون اللي كان آخر شيء. هذا أنت؟ إيه آخر شيء. يبلغ أبو خليل من العمر 41 عاماً وهو أب لثمانية أطفال. زوجته اليوم حامل بطفلهما التاسع. في سوريا كان يمتلك شركة ناجحة لتعهد وتنظيم الحفلات وكان المعيل لأسرته الكبيرة. أما اليوم فهو يعمل بدوام جزئي كحارس في مدرسة مؤقتة صغيرة. واشتغلت أم خليل كعاملة تنظيف خلال حملها إلى أن اضطرتها تعقيدات الحمل على ملازمة الفراش. كان عندي دي جي، أبراج، إنارة، كهرباء، الحفلات، خيام، كراسي، طاولات، هذا كله الحفلات اشتغل يعني مصلحتي ضمن الحفلات. أخذ الحفل كامل يعني. هاي رزقتي كان. كان عندك موظفين؟ طبعا كان عندي شي اكثر من 10 على طول دائما معي هدول. ايه هلا سوريا اختلف وضع حياتي عن هون كثير. مثلا هني كانت ام خليل ست بيتها ما لها علاقه بشيء بعمل برا ما لها علاقه باي شيء. انه قاعده ببيتها كل شيء يحضر لعندها الا اذا حبت يطلع على السوق تجيب شيء خاص كذا هاي. اما عمل ما عمل ما في شيء. الاطفال كل واحد ضمن مدرسته بعلمه ما له علاقه بالشغل ما له علاقه بشيء له حقه يوصلوا لعنده. جينا لهون فرقت ام خليل اشتغلت البنت الكبيره اشتغلت تجوزت رجعت تركت رجعت كمان تجوزت مره ثانيه جوزتها مره ثانيه. الكبار تركوا الدراسه
اضطروا كمان يلجأوا للعمل ليساعدوني، ما عاد يعني حمل تقيل هون. اضطرت العيلة كلها انها تشتغل لأنه ما في شغل كمان إلي، يعني إنه مدخول قوي لحتى أحسن أدي واجباتهم. اضطروا إنه يساعدوني، اضطر الولد يترك المدرسة ويشتغل معي. اضطرت أم خليل مثلا إنه تترك بيتها وتطلع تشتغل، انت عليك. البنت كمان قالت بدي أساعدكم، يعني حملة تقيل. ما عندما نفذت مدخرات العائلة تركت الابن البكر مدرستها لتشتغل مع والدتها كعاملة نظافة، واضطر الأبناء الثلاثة الأكبر سناً على ترك المدرسة للعمل كمياومين أيضاً. لا تستطيع العائلة تحمل كلفة المدرسة إلا الاثنين من أطفالهما الثمانية، هما الأصغر سناً. هلا بالوضع هذا عم اشتغل كل شيء، عم اجلي، عم اشطف، اغسل غسيل، اطبخ، كل شيء اعمل. والله بتعرف تطبخ؟ ايه كل شيء اطبخ، ايه ما عندي مشكله بشيء انا. ايوه يعني اي شغله تخطر ببالك اعملها، ما في عندي مشكله. لانه بيت هذا وبده شو؟ بس يعني علمت كل هيدا هون لأنه بسوريا ما كنت مضطر أنت تعمل. هلا والله هو شوفي أنا بطبعي من سوريا ما أتكبر على شغل البيت، أحب إنه أساعد فيه، بس كان يعني على الصدف على فضاعتي على هيك يعني إنه أكون مرتاح. أما هون لا، صار فرض مفروض علي. يعني مثلا إنه الواحد إذا كثرة الأولاد هذا أنا سببه، عمل زوجتي مثلا انا سببها انه لحتى هي قاعده هلا مريضه وكذا، وهي هذا انا سببه. بقى الواحد لما بده يعمل شغله بيكون هو سببها، يتحمل النتيجه تبعها. بما انه انا السبب بدي اتحمل النتيجه، الواحد تحمل غلطه. ما هي ايه، بس انا مبسوطه هيك. بالنسبه لي انا الرجل لازم يحس بمسؤوليه المراه. لما بيجوا آخر الليل على البيت يقولك شو عم تشتغلي، ينسوا إنه في جلي، في طبخ، في غسيل، في أولاد، في شطف، في تعزيل. تعي لاقوا شغلة ما نظيفة يقعدوا يحكوا، يعني حرام. هو كتير منيح وهيك، بأيام العادية يعني شوفني تعبانة عم اشتغل يساعدني. بس هيك بتمنى كل رجل إنه يحس بمسؤولية المرأة، يحس إنه مرته شو عم تشتغل. هلا صار مثلا يقول بشتغل أنا شغلة برا ولا بشتغل شغلة بالبيت. يعني مبارح ركب على الغسيل وعلى الطبخ وعلى الجلي كله سوا. قلت له يا منيح لسه ما شفت شي. هلا لو بتشيل الصوابي بدك تشيل السجاد، بدك تعزل، بدك تنظف. مش مفكرين شغل المرأة بس هيك إنه خلص وآخر الليل بدها تأدي لهم واجباتهم. ما فيها يعني. وين تعرفنا على بعض؟ خليلت في قرايبنا أنا وياها، تقرب لي. شافتها وشافت لي ودللنا شوي على بعض ولعبنا شوي. مازحنا شوي و... تاخديني باخدك وخالصة. بعتنا عنا وطلبوها وطلعت خالصة. ايوه. وعملنا عرس ودبكنا ورقصنا وانبسطنا وتجوزنا وجبناها. صباح الخير. يبلغ يحيى 42 عاما وهو أب لثلاثة أطفال. كان أستاذا للغة العربية في مدرسة ثانوية في سوريا، وهو اليوم يدرس القراءة والكتابة لأطفال المخيم ويتابع دراسته العليا في مجال أصول الفقه والقانون. اللي صار فينا بعد ما طلعنا أهم بند هو نحن أسوأ وقت جينا لهون حاولنا أنه ما يتغير على عيلتنا شيء. يعني كل واحد، أنا بقول لك بكل صراحة، حاول كل واحد إنه عيلته بتتم مثل ما كانت بالأول، يعني مثل ما كان يعاملها هونيك، مثل ما كان هو المشرف عليهم. لأنه نحن قلت لك إنه نحن ما كنا أصلاً بالأصل عنا العيلة بتشتغل مثلاً لا المرأة ولا الولد، لأنه لا هو القائم عليهم.
فحاولنا أول ما أجينا نفس نتم نفس الشيء. لقينا صعوبات لأنه ما عندك شيء، أنت بلشتي من الصفر وعندك بيت وعندك مسؤوليات وعندك مصروف، واللي كان متعود على مصروف معين صعب إنه يتغير أقلم على شيء تاني. يعني نحن أول ما أجينا ربط الخبز ما معنا حق، لأنه تركنا أملاكنا كلها هناك، حتى وراء الأرض طابوا الأرض، يعني مستندات الأرض، مستندات التعيين عندي بوظيفتي، وكانوا محطوطين عندي اللي قلنا واللي بيت عمي راحوا بالبيوت، وسياراتنا وأملاكنا كلها تمت هناك. أبداً أبداً، حتى السيارة ما طلعنا معنا، كلها راحت هناك بالقصف. كان عندك مثلاً مصاري بالبنك؟ لا بالبنك ما كان عندنا، بس كان عندنا إحنا أملاك بالبيت ومصاري وذهب. في حدا ما عنده كان ما بالبيت؟ راح كله راح. أنا وقت صارت الحرب طلعت من سوريا لابسة ثيابي اللي علي بس، حتى 1000 ليرة سوري ما معي. يعني جيت لهون أنا في أهلي كانوا سابقيني فترة منيحة من الزمن، قاعدين بمنطقة الهرمل. بلشت حياتي كإنسان بدي أتكيف مع أي جو بدي أعيشه، لأنه خلص شيء وانفرض علينا، ما عاد فينا نتخلى عن الواقع. لا عاد فيني أرجع على سوريا ولا عاد فيني أطلع برات لبنان، يعني أنا مثل المحتجز. يبلغ ناجي 31 عاماً من العمر، تزوج بعد مجيئه إلى لبنان وصار أباً لابنة عمرها 3 أشهر. في سوريا كان يعيش مع والديه ويعمل حلاقاً. كان يطمح لأن يؤسس سلسلة من محلات الحلاقة للرجال. نحن أيام بنضل بالبيت 3 أيام ما بنطبخ، ما لنا قدرة نجيب أكل صراحة. حتى لو أنا عم بشتغل هلأ وأموري بخير، بس عندي التزام بين أجار محل وبين أجار بيت. يعني غرفي أنا مثل هاي ما أخذها ب300,000 وبيطلع لي كهرباء 30,000. عندنا مصروف مازوت بالشتوي كل يوم 15,000 بين محل وبين بيت، ومحلي ماخذه ب450,000 من هذا الكهرباء والمي. وعندي مصروف مازوت ومصروف شغيل وهيك. فايام مثلا بحس حالي متضايق، الشغل هوني ما كل نهار اول، فبقول له مثلا اليوم خلص مرقنا اي شغله اي عادي، مثلا بتقوم تعمل بطاطين بتسلقهم بنحط عليهم شويه كمون حامض كذا بناكل خلص عادي، بنحط زيتون مكدوس بيضتين مقليين بنتعشى خلص انتهى الامر. يعني في توافق بيناتنا بالنسبه لموضوع انه المادي. كان معه تليفون بعته ضيقت بعته، كان معه قطعتين ذهب ضيقت بعتهم. الحمد لله بهاي الشغله انه مرتاحين، بس انا بالمقابل بطلع هيك بقول يا ريت اني قادر اشتري اللي بدي اياه. يعني كل شيء بيخطر على بالي يا ريتني قادر اني اشتريه وجيب لها اياه، لانه هي صبرت معي على المره. انه انا ما وصلت لمرحله انه ما معي، وصلت لمرحله اني عايز كثير عايز، وصلت لمرحله انه انا اول ما نزلت على بيروت نزلت ما بعرف حدا، ما كنت متجوز، نمت تحت جسر الكولا 3 أيام. ما قدرت انه مثلا انا اقول له لواحد ديني 50,000، او ما قدرت اوقف قدام واحد اقول له مثلا معك 2,000 ليرة بدي اوصل لمحل فلاني. لا ضليت ادور على شغل لقيت، لحتى اشتغلت ولحتى صبرت ولحتى مشي حالي، وشوي شوي انطلقت. ما في والله، انا نزلت على بيروت ما بعرف شو هي بيروت صراحه. نزلت تحت، نزلني على المشرفيه قلت له بدي انزل على جسر المطار، قام نزلني على المشرفيه. صرت اساله من جسر المطار لفوق 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 لحتى وصلت. بعدين قالوا يروح على الكولا هنيك بتلاقي شغل لك. رحت على الكولا لفوق، صرت ابرم حوالي ما ابرم مثل المجنون. قالوا انزل على الحمرة، نزلت على الحمرة، هي بعد 3 أيام انا تحت جسر الكولا، نزلت على الحمرة لقيت شغل. عمر حسين 55 عاما وهو ابا لثلاثة اولاد. كان يملك ويدير شركة مقاولات هندسية في سوريا، كما كان رئيس بلدية إحدى مدنها الكبرى. حالياً هو يدرس أطفال المخيم 3 أيام في الأسبوع. أنا كنت بسوريا رئيس بلدية القصير من عام 2003 إلى 2011 مش بلشت الحرب، وأنجزنا العديد من المشاريع والخدمات لهالبلد خلال هالفترة هذه، يعني اللي كنت فيها رئيس بلدية. وكنت تشتغل بنفس الوقت كمهندس؟ كمهندس، عندي مكتب هندسي خاص يعني بالبلد. كان عندي بيت، كان عندي بستان، كان عندي أرزاق كتير. كان عندنا بسوريا كان عندنا أصدقاء وأخوي كلهم فقدناهم هون. فجأة صار عندك فراغ كامل. مظبوط، هذا معاناة كبيرة هاي.
هلا الواحد كان عنده شغل بالنهار اكثر من 15 ساعه باليوم، هلا اجى ما في عنده شغل ساعه ساعتين بالنهار، في عندي فراغ كبير. هلا قاعدين صرنا عالي على المجتمع، ما لنا نحس حالنا ما لنا منتجين، والرجل اذا قاعد بدون انتاج يعني صعب عليه كثير. قدرت تحكي مع حدا؟ والله انا ما بحاول احكي مع حدا، مش ما هذا فتح جروحاتي، خليها نايمة جروحها. لا لا بندفش، اذا كلها مصايبه مثل مصايبي، اذا كل واحد مصيبته ألعن من مصيبتي، بدك تحكي لواحد يكون مثلا باله اريح من بالك يستوعب. بما في اذا كل مجتمعنا اللي عايشين فيه كله مثل النهي، كل شعب هيك، كل ناس شنططت تبهدلت. فيش خلقك لعن خليل؟ الله يعينهم خليل، انا اخبي عم خليل، انا ما بحكي له كل شيء اصلا، كل شيء مشاكل تصير معي بالنهار ما بحكي له ولا 1%، ما بحب احكي له شيء. ليه؟ مو ناقصه، وكمان ام خليل الله يعينها يعني كمان عندها، هي حاسه بكل شيء وعرفانه كل شيء، بس انا ما بحكي له. انا دائما اذا الدنيا مسكره بوجهي اجي اقول له كل البواب الحمد لله اليوم فاتحه بوجهي، هو ما يكون مفتوح ولا باب، كلهم مسكرين، بس اضطر احكي له يعني انه نهدي شوي نحاول، لانه ما بيده شيء، بس بدي احكي له الا بدي اوجعها زياده. هيك فيها هي هموم البيت، هموم الهاي. اكيد بقعد بحكي مع مرتي، بقعد مثلا بغير جو معها، بنحكي قصه، بنحكي شغله، نحن بنشرب متي، اذا بتعرفوا متي شيء او شيء، بنحط بقول لها امي جيبي راد متي، او بنقوم مثلا بنحطها وبنقعد بناكل بزر. عندي لعبه مثلا على التليفون بفتحها بقعد بلعب، بشرط بين الجيم ومعركه وما معركه، هيك بغير بطلع من الجو اللي انا بدي اتذكره هيك، بس انه بحاول اني بعد عن الذكرى اللي بدي اتذكرها، بحاول قد ما فيني، لانه اذا بدي اقعد افكر فيها مشكله. مع استمرار الحرب تتزايد الضغوطات على الحكومة اللبنانية وعلى البنية التحتية وعلى المجتمع المضيف. للأسف في بعض الأحيان يظهر الاستياء من هذا الضغط المتصاعد على هيئة كراهية وعنصرية. أول ما أجينا كتير أحداث يعني صارت، يعني أول ما أجينا أخذنا أرض هون، أول شيء كان إلنا قرايبين هون ساكنين، أجينا توزعنا عنده لأنه نحن كتار ما شاء الله، يعني نحن 7 أخوي شباب، توزعنا عند القرايبين هون، بعدين استأجرنا أرض لنعمل مخيم، حرقونا الخشب بطلنا ناخذ الأرض لأنه صار بده يصير فيه مشاكل وجع راس، إلا حتى أخذنا عاد هاي الأرض وعملنا مخيم فيها. ذيك الأرض استأجرناها أجار الأولي، هاي الأرض واحد من هون أعطانا إياها ولحد هلأ أعطينا إياها مجانا، يعني قسم من المخيم، يعني مو كل المخيم أخذينا مجانا لحد هلأ منه. أنا أول ما جيت لهون على سعد نايل وفتحت صالون، فبلشت العالم بدها تشوف إنه هذا الزلمة فتح جديد بدنا نجرب، صارت تجرب واحد يقول للثاني الحمد لله ضرب صيتي بشكل حلو هون الحمد لله والعالم كله هون بتعرفني، فصار عندي ضغط شغل، فصار التعدي علي صار كبير. أنا أول مرة إجوا عالم بده يضربوني بقلب المحل، فاتوا بده يتعدوا علي، والحمد لله إنه قدرنا نسيطر على الموقف وتعاطينا نحن وياهم. رجعوا اشتكوا علي، جابوا لي الدولة، الدولة ما طلع لها معي، انه قالوا لي يعني كانوا رجال الدولة اللي جايين لعندي كتير ولاد حلال، قالوا الزلمة عم يسترزق بده يعيش، شو بدكم فيه؟ اتركوه، طيب ما هو فقير وعم يترزق الله، وانت فاتح محلك، شاطر بيلعب دوره. لو انا لبناني وعم اخذ شغل العالم البقية ما حدا بيقدر يقرب منا، حتى بيقولون هذا ابن الضيعة، هذا لبناني او شيء، خلص اتركوه وسيبه ما نكون قده، بس قالوا انه هذا سوري هلا بياكل له كفين، سكر محلك فل من الضيعة بفل من الضيعة. هذا اللي كان عم يصير هون. هلا تعال لك، احنا عشيرة، تعرف بالعشائر ما هيك؟ احنا كعشيرة معروفين، بس مو كل العالم فرضا اللي بتعرفنا كعشيرة، اما العشائر تحترمنا هون ونحترمها وتجينا بالافراح وبالعزاء وبغيرها ويدعونا، يعني على طول تدعينا العشائر هون. اما اللي ما بيعرفنا اللي يطلع هيك على الخيام يقول لك شو هالعالم هاي؟
بالنسبة لأوراقي إذا قصدك أوراق الأمن كنت خلصي دخلنا خلصي وبزبطنا بعدين وضعنا بعد منا كسرنا خلصنا يعني أوراقنا ووقت خلصت الأوراق ما عاد في تجديد. هاي أنا واحد من المخيم والمخيم كله أوراقه نظامي فلازم حدا يكفلك 100% إيه أكيد. وقد بتعرف قد بتدفعوا؟ 900,000. وكل سنة لازم تجدد ولا كيف بيصير؟ كل سنة بتجددي بل مع إذا كان في كفيل كل سنة يمكن 300,000 كل سنة. إذا ما في كفيل؟ ما في تجديد. طبعا قصص بيصير يعني إنه بيقولوا لك لا أنت عم تشتغل وشو عم تشتغلي إذا قلتي له ما عم اشتغل مشكلة بيقول لك منين عايشة وإذا ما قلتي له عم اشتغل بيقول لك السوري ممنوع يشتغل وهلم جرى يعني. هيك. هلا أنت مسموح تشتغل؟ لا الشغل السوري ممنوع إطلاقا سواء كان مجدد أو مو مجدد. وحتى إذا مكفول؟ حتى إذا مكفول شو لأنه في أعمال معينة مسموحة للسوري أعمال الزراعة والباطون والشمينت وهيك شيء أما أعمال غير هيك لا. بحسب القوانين والقواعد التي تعمل بها الحكومة اللبنانية فإن السوريين لا يستحصلون على تصاريح العمل إلا كعمال زراعيين أو عمال بناء كما أن الاستحصال على إجازات الإقامة السنوية الرسمية هي عملية معقدة ومكلفة للغاية والنتيجة هي شبه استحالة على مستوى الحصول على عمل نوعي منتج ناهيك عن صعوبة التحرك بحرية إنه مو إحنا يعني يوم نقول لك ما النسوان ما تشتغل يعني إنه شو نقول لك يعني شو بدي أوصف لك إياها إنه يعني ما بنحبها تشتغل أو إحنا عنا يعني عيب إنه المرأة تشتغل والزلم يظل قاعد ما إحنا ضد شغل النسوان إحنا المرأة إلى البيت والزلم إله الشغل بس مو إنه ضد عمل المرأة إحنا أما عيب الزلمة يقعد والمرأة تشتغل هون العيب هوني وصمة عار عليه شو أنت تقعد والمرأة تشتغل معناته مو رجال الأصول الزلمة يشتغل والمرأة إلى البيت وتربية الأولاد كل شيء أنا بحسن ما بخلينا نشتغل اضطرينا كتير وما خلينا نشتغل أحس ماني زلمة بدي أخلي المرأة تصرف علي وأنا قاعد يعني إحنا كقرى وكريف يعني عنا عيب هاي إنه المرأة تصرف على الزلمي ما بيرضى على حاله بالنسبة لزوجتي ما كانت تشتغل بسوريا لأنه أنا كنت درس وهي كانت تدير بالها على الأولاد لأنه أنا تاركهم يعني فمو معقول يعني كمان تشتغل وأنا تارك الأولاد عندها وبرجع لموضوع بنتي أنا ماني مهملة وأنا ضد إنه حدا يهمل مثلاً والله بنته أو كذا بس أنا كمان بالمقابل ضد إني حطها بمحل هي ما هو ملائمة لها كتير بخاف عليها كتير بخاف عليها وخاصة مظرف يمكن أول ما كنا بلهالدرجة أول كنا نعطيهم فسحة نعطيهم كذا ما كنا نخاف لأنه كنا آمنين أما هلأ صرت تخافي عليها من أي شيء ليش لأنه أنت تلومي نفسك أول شيء حتى لو بعتيها على المدرسة وصار عليها شيء أول ملي بالمنطقة بيقولك إيه أنت الحق عليك انت مثلا ليش تبعت او ليش لعبت فمن اول الطريق ولا من ياما في عالم عم تشتغل من وجع ياما في عالم يعني يمكن ما بدها تزل نفسها واضطرت تشتغل ب 3000 ليره مشان بس تاكل خبز يعني وانت عم تحكي يعني عن لاجئين سوريين مليونين لاجئ هون مليونين شخص يعني دوله ما عم تحكي عن ضيعة عن 10,000 عن 5,000 عن 2,000 عم تحكي عن مليونين يعني لبنان كله 4 ملايين شخص يمكن نص سوريين عم تحكي عن نص دولة فبتلاقي فيهن المظلوم بتلاقي فيهن فالعالم وفي ناس انهارت من هالموضوع والله ما بحب ما بحب استقر لان انا بحب بلدي وبحن لبلدي صدقوا يعني
يعني ما قلت لكم كل يوم، اذا كنت قلت لكم كل يوم بكون على بالي، يعني اكثر الاحيان بحلم اني انا نايم اني ببلدي. يعني شو تضل هيك؟ ما فينا نستقر. شو بده يستقر الواحد؟ هيك بده يضل على وجوه الناس الواحد هذا؟ واحد عنده أرض وواحد عنده غيره، يضل قاعد على وجوه الناس هن؟ بعيش بخيمة، بعيش تحت السجر، تحت السجر بعيش بسوريا. بدي ارجع سوريا، اذا بدي افضل من عمري يوم بدي ارجع سوريا باذن الله. انا بلدي سوريا ما في احسن مني. نحن عم ناسس، عم نخطط، انه عم نقول يا ريت يصير لنا سفره على بلد بعيد، حتى لو قدرنا نعيش بس تحت ظل رعاية أحسن من هيك ولو 20%. يعني أنه مثلاً أنا بدي أطلع، أنا مثلاً أنا عايش بلبنان، إذا بدي أطلع من بيروت على زحلة أمشي بشوارع زحلة ما أشوف اثنين من البلدية، تعا أعطيني وراءك شو عم تسوي هون أنت سوري، يضربوني كفيني. فما يعني ما بدنا نكتر أنه والله مثل بيتنا ونعمل كذا ونعمل كذا ومستقبلنا كذا، أصلاً ما لنا مستقبل هون نحن. يعني عم نتأقلم، يعني كمان نوعا ما بلشنا يعني نتعود على هالشيء، اللي بس مو انه يعني التعويد اللي كهاي، بس انه خلص تمسحنا. ايه يعني مو شو بدنا نعمل احسن من يعني لنا 5 سنين على هالوضع نفس الحال. وتستمر الحرب في سوريا ويستمر معها الانتظار، بينما يترافق اللاجئون الرجال مع ألم يقولون أنه يشتد ويكبر. مصادر ألمهم هذا لا يجدونها في فقدان الممتلكات، وإنما في فقدان الكرامة، كرامة يقولون أنها تتبدد أكثر كل يوم إضافي يعجزون فيه عن إعالة أسرهم وأحبائهم.